السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايه من قناة دارين شانل بيتزي واكلاتي على اليوتيوب. لو اول مرة بتشرفني بالمشاهدة ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لك كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض الزلابية او لقمة القاضي او العوامات زي ما انتوا بتسموها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، مكونات موجودة في كل بيت. هنعملها النهاردة بالسكر البودر والصوص الشوكليت. لو انت عايز تعمليها بالشربات انا برضو هقولك الطريقة بتاعتها عشان الشربات يطلع منك مظبوط. شايفين جمالها حلوة قوي، تبقى جميلة جدا بصوص الشوكولاتة. ممكن كمان تحطي عليها صوص كراميل. قربت لكم الكاميرا بقى تشوفوا جمالها، حاجة كده اللهم بارك عليها سكرة. هقولكم كمان على التكات بتاعتها عشان تطلع معاكم مظبوطه، مقرمشه من بره وهشه من جوه. تابعيني بقى كده لاخر الفيديو عشان تعرفوا كل الاسرار بتاعت الزلابيا وتطلع معاكم مدوره كده بالظبط وشكلها جميل. جربها ايه من الاشكال الفضائيه اللي بتطلع في قلب الزيت كده واحنا بنعملها. نفتحها بقى كده من جوه، بصوا حلو قوي. يلا بقى كده نشوف مع بعض المقادير. معايا كوبايتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار من الكاستر، معلقة كبيرة من النشا، معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. دي بقى المية، دول كوبايتين مية. مش هقدر اقولك مقادير المية قد ايه، المعايير قد ايه، علشان كل دقيق مختلف عن التاني. ممكن تاخد منك كوباية ونص، ممكن تاخد منك 3 كوبايات، فانا حطيت كوبايتين بس وقلت لو احتجت تاني هبقى ازود المية. احط بقى كده على الخميرة، على المية معلقة الخميرة ومعلقتين السكر عشان اختبر الخميرة واشوفها شغالة وفعالة ولا لأ. هقلب بقى كده مع بعض لحد ما الخميرة والسكر يدوبوا. وهركنها بقى واسيبها 10 دقايق عشان نشوفها الخميره شغاله معانا ولا لا. بصوا بقى كده يا جماعه، اهي الخميره تتخلص فعلا، طلعت كده ايه الفقاعات دي على الوش. انا ركنها بالشماله ايه كويس. دلوقتي بقى دريم معايا ويك، عايزه عماله تقول لي يا ماما انا عايزه احط زيك واعمل زيك. يلا بقى يا دودو، يلا حطي اللبن. حطي اللبن البودر. حطي اللبن البودر. وحطي التاني. وده ودي معلقة النشا. دي معلقة النشا. دلو. ودي ايه؟ ودي ايه؟ وده ال دي الكاستر معلقتين. كاستر وزيت. لا ما تحطوش الزيت دلوقتي، تحطوش يا دري. بس الزيت وحطي يا دودو رشة البيكنج باودر، يعني ملعقة صغيرة كده. ملعقة والزيت اللي هقلب بقى كده ده كله. يلا يا دودو يلا هتقلبي. يلا انتي كده يا دري بتعملي ايه دلوقتي؟ تعملي ايه؟ بقلب دقيق. ماشي بقلبه. هنزل بقى كده بالمية اللي هي الخميرة شوية بشوية شوية بشوية. ما ينفعش اقلب معاكي. استني يا دليل، استني يا دليل. حطي بقى ملح. انا بقى النهارده شفتي موت قلب البتاعه. بصوا يا موت قلب كتير. بصي وقلت اللي هي
هقلبها بقى كده بايدي كده بايدي وقلب هقلب بايدي ايدي امتى هقلب بايدي كده بايديها انا بلعب بالبتاع ايوه بلعب البابل ده ليه حط زيت حط زيت فين حطه كده بس هرشيه بقى على طول بس كده وبقى الكفين بقى ايه الكفين القلب ماما بقى الكفين القلب عشان ايه ماما هو ده تعمل بتاع ده بشوكولاته قليت بقى فيها كده حب قلبي كويس جدا لحد ما الدقيق كله ايه اختفى وسر من اسرار الزرابية اللي هي لازم تتعجن كويس جدا وكتير فانا دي القوام بتاعها خفيف علشان خاطر لما لسه هحطها تختمر العجينة هتتقل تمام العجينة لازم يكون كده ايه فيها مطة غطيتها بقى كده كويس جدا وحطها في مكان دافي علشان تختمر كده يعني من ساعة لنص ساعة من نص ساعة لساعة يعني بصوا جبت بقى كده كيس اللي هو الحلواني الكريمي حط في الكيس كده شوية زيت عشان يسهل برضو ايه ان الخميرة ان العجينة يعني تنزل بسرعة بسهولة دي اول طريقة معانا تمام ممكن تعمليها اللي هي بالتلقيم اللي هو بالمعلقة شغال معاكي برضو انا بقى عملتها حطيتها في الازازة اللي هي بتاعت الكاتشب غسلتها كويس جدا وشوية زيت كده في فنجان وعبيت في الازازة بتاعت الكاتشب العجينة حطيت بقى كده بصوا العجينة هي اتقلت بعد ما اختمرت تمام سبتها ساعة وهي عليت بس كده شوية وعملت كده فقاعات على الوش فقلبتها كويس جدا عشان الهواء يطلع منها وبعدين حطيتها بقى في العلبة المقطع واتمسح لما اتعملت يعني لما العجينة اختمرت عملت بقى كده العجينة حطيت خدت من الموقع نزلت يعني من العلبة في ايديا وايديا كنت حطاها فيها زيت والزيت سخن ونزلت بقى بيها هي اول ما تنزل هتدور معاكي كده السر بقى من الاسرار ان احنا هنسويها على او هنقليها على مرتين يعني هنطلعها وهي لونها ذهبي كده وكمان لما نطلعيها هتطلعيها على حاجه كده واسعه ما تحطهمش كلهم فوق بعض لازم كلهم كده يكونوا مفرودين جنب بعض مش فوق بعض وهنسيبها تبرد شايفين نزلت اهي دورت على طول ممكن ما عندكيش بتاعه الكاتشب دي ممكن بازازه عادي وهتخرميها برضو من فوق كده من الغطا بمفك او اي حاجه وهتنزل معاكي كده لما تيجي بقى تقلي ما تحطيش كتير في الطاس او الهوك بتاعك عشان خاطر ما يلزقوش في بعض طبعا هي تستمري كده في التقليب تبدأي تقلبي فيها عشان كلها تبقى لون واحد واول ما لونها بس يصفر هتطلعيها على طول تكون فاتحيان اللون هتبرد وهقليها بقى ايه علشان ناكل منها مش عايزة تاكلي منها في الوقت وهتخزنيها هتشيليها وهي باللون ده تمام كده انا بقى طلعتها طبق كده حطيت عليه سكر بودر والاتنين التانيين عملت شوكليت دي شوكولاتة عادية من البقال واحدة بجنيه جبتها وصيحتها على حمام بخار وعملتها بقى ايه كده صوص شوكليت
ايه رأيكم؟ تحفة قوي. لو عجبك الفيديو ما تنسي تعملي لايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد يا حبيب قلبي. أنتي أمي.